الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم منتخب السويس 1-0 بهدف لحسين الشحات في الوقت القاتل ويتأهل لدور ال 16 لملاقات الداخلية. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك. فوز صعب ولكن هي دي ماتشات الكاس كده. هي دي ماتشات الكؤوس ولكن أنا وأنت نكسب. صح؟ أنا وأنت نكسب. قلنا الفرقة اللي لازم تنزل من الأول ده فرقة المنتخب السويس هتلعب 9، أنت عايز بلاي ميكر ويطلع أطراف وحركة وقلنا لعيبة الأهلي لو اتحركت اتحركت في كورتين ثلاثة. جون. واحدة ضربة جزاء وما جاتش والثانية جون. ف لازم يعني اللعيبة تاخد بالها من الحاجات دي، لازم تسهل الدنيا على نفسها بالتحركات خصوصا لما يبقى في فرقه بتلعبك دفاع متكتل زي دي. كويس، اديك عندك لعيبه هو بيلعب يمين بيلعب شمال بيلعب حسين شحات عنده الحلول، عنده حلول وعنده جنبه لعيبه ثانيه ممكن تستفيد من كل القصص دي. ما تسلمش نفسها للديفندر مثلا، هي تحركات خطوتين يمين خطوتين شمال وده كلام سهل عليهم هم لان هم اللي بيبقوا جوه الملعب مش احنا يعني. هو اللي بيقدر ظروف الكره جايه ازاي والتحركات شكلها ازاي. صحيح. ف انت صعبت على نفسك ولكن كويس كويس تعرف ماتشات الكاس بتبحث عن انهاء المهمه من اول شوط مش من تاني شوط او بتخلي الماتش. اديك شفت فرقه السويس راحت على الجول مرتين، ها كره انفراد لولا الراجل اللي استلمها متاخر شويه كانت ممكن تبقى، وكره اتشاطت عدت بالعرض كده من قدام محمد الشناوي، انا لو في الجون الكره دي ما حدش يدور لها رايحه فين يعني. فدروس مستفاده كلها من مباراه اليوم. لعيبه كانت بره خالص، كولر دخلهم النهارده الملعب وحسوا بالجيم وحسوا بالرجوع للماتشات الرسميه تاني. انت محتاج كل الحكايه دي عشان نخلص بقى موضوع الدوري واديك هتروح متهيألي للداخليه في كاس مصر. حكايه في ايدك متناوله. ايوه حكايه في التناول يعني متناول ايديك انك انت بأبسط الأمور وكل يوم ربنا بيفتح عليك وبتكتشف حاجات في الفرقة وبتكتشف عناصر تقدر تستفيد منها في أي وقت زي ما الكباتن قالوا أنت عندك دكة بره أساسيين كلهم مظبوط ما فهمش غير الولاد الصغيرين اللي هم رأفت وفخري والدبيس. كويس فعندك ما عندكش مشكلة خالص يعني حتى اللاعب وأنا بلعب في الملعب ما عنديش مشكلة أنا نفسي مع قرارة نفسي انا معايا سكواد جامد قوي جوه الملعب وبره الملعب فالفرصه اللي بتجيلي وانا بلعب لازم ادي الكره العاديه بتاعتي انا من غير عصبيه ومن غير ما احمل نفسي دوافع ملهاش اي لازمه جوه المباراه. عايزين نستغل دايما المكاسب اللي احنا بنعملها للحاله النفسيه بتاعتنا المورال بتاعنا فوق خالص يعني. صحيح. عايزين نكمل بقى زي ما حسين الشحات كده بيجيله الكوره وقف وبص وحط الكوره نوعيه الهدوء ده هو ده في التنفيذ يعني مزبوط. هو ده اللي لازم يواجبه كهربا يواجبه محمد شريف لما يلعب الحاجات دي كلها بنبقى بالنسبه لنا ايجابيات يعني. هو في لقطه بس كوميدي حصلت في الشوط الثاني. انا ما بتكلمش بالنسبه للحامل الراي الخطا الاكبر يقع على حكم مباراه لانه ما كانش مركز ما لا. يعني الحكم برا لو مركز كان هيقول لحامل الرايه نزل للرايه الكره دي ركله مرمى والله مفيش تسلل على حاجه عين. فانا بس بتكلم علشان ايه حسين الشحات انفعالاته يعني يمسكها شويه يعني يمسك شويه لان ممكن اي حكم حتى وان اخطا ممكن ينفعل هو نفسه على حسين الشحات فاقصى حاجه هيديله ممكن يديله كارت اسود ممكن يديله كارت احمر. ايوه صح لازم ياخد باله من الحاجات دي فحسين الشحات لازم ياخد باله من النقطه دي مهم جدا فعلا الحكم اخطا فيها وانا بقول اللوم الاكبر يقع على الحكم مش يقع على حامل راي ده خطا في القانون انما الحكم كمان ما كانش مركز يعني الحكم لو مركز هيقول لازم نزل الراي واللعب يستأنف او يعني يتلعب عادي الكره تلعب عادي انما خطا كبير جدا على حكم المباراه خاصه شحات انت ليك حكايه في افريقيا يعني بنفس الشكل بقى غيرين نهدى شويه ركز في الملعب انت لعيب كويس والفرقه محتاجاك وده الوقت بتاعك حقيقه ده وقتك تقدر تسطر لنفسك اهداف واداء وكل حاجه وترجع تاني للمنتخب اساسي باذن الله والحمد لله
احنا عدينا من ماتش الكاس ده بخير وبسلام الحمد لله. هو بقى الماتش الجاي وعقبال الباقي باذن الله بإذن وكلنا بنستفاد. الماتشات اللي زي دي كلنا بنستفاد في الراي وفي الشكل وفي التشكيل وفي الاداء وفي كل حاجه. وانا برضو خارجين من معارك يعني خارج من معركه افريقيا لازم هيبقى في شويه حاجات صغيره كده صحيح انما اندر كنترول يعني وبنكسب كل يوم لعيب بيجي النهارده يمكن المورال بتاع القندوسي ينفرم بقى جوه الحكايه بعد الاسيست اللي عمله ده يعرف ان الحكايه ان شاء الله 18 قريب يعني صحيح. اروح بقى 18 واتعامل واخش جوه الفرقه يعني باذن الله رب التوفيق ومبروك يعني يا رب ان شاء الله. كابتن علاء مبروك فوز مستحق فاز الفريق الافضل والفريق اللي بيسعى للمكسب طبيعي الفريق الافضل حتى من قبل ما يلعب هو عايز يسعى للمكسب هو بس انا عايز اعلق على حاجه بس عشان الموضوع الخطا بتاع الحكم مرديا بس الكوره ما كانتش مؤثره خالص مش محتاجه كل الانفعال اللي حصل ده خالص كوره وهي مش مؤثره كرة كمان يعني كرة حتى لما الواد طلعها نزلت في نص الملعب الواحد من منتخب السويس يعني انت فاهم هي مش هو خطا لكن ما اعتقدش ان كانت فيها اي خطوره لينا فمش لازم الانفعال ده قوي هو انفعالك بس عشان الهدف متاخر وضربه جزاء ضاعت فاهم فانت انفعلت مضغوط مضغوط لكن هو لا يعني انا شايف الكوره عادي خطا انا بتفق معاك طبعا خطا من الكوره دي عليا لو راح بيها على الجون معلش يعني خدها وراح بيها على الجون ما خدهاش هو بقول لك لو كان خدها لو كان انا ما بقول لك هو كان يزعل بقى ويعمل يعني الموقف على قد الموقف على قد ما كان ماشي اعتراضك لكن هي الكوره يعني مثلا مش ذنبه كان بيقول مثلا كان هياخد روح انفراد لا هو ما خدهاش اساسا ده الكوره اتقطعت نزل نص الملعب لحد من السويس لكن هو كخطا تحكيمي طبعا كارثي كارثي جدا طبعا لكن عدى المهم النهارده انت عديت من المطب ايوه برافو عليك صح يعني انت النهارده عديت من المطب والحمد لله انا عديت منه جالك المطب ده بدري شويه بعد افريقيا بعد ما خلصت على كسبت الحرس والشكل كان احسن واسهل كمان لكن ده كان متوقع النهارده ايمن متوقع ان الفريق اللي مباراه الكاس في 50% صعوبه من قبل ما تلعب في حاجه مش سهله في ماتشات الكاس على فكره مش في مصر بس في العالم كله العالم كله مباراه الكاس فيها دايما نسبه بتبقى في نسبه يعني ايه حظ قليل قوي بيحصل حاجات في المباراه غريبه زي النهارده ما مثلا حارس مرمى السويس يمسك ضربه الجزاء أيوه. اللي شاطها رامي. رامي مش يعني لا ده مسكها فاهمني فدي اختبار تقلق الحاجات دي كلها تقلقك لكن رغم كل ده يحسب لعيبه النادي الاهلي ان هم بعد ضربه الجزاء لا هو مصمم بالظبط مصمم يجيب الهدف هو الهدف هيجي بعد مرور وقت بس امتى لازم هدوء اعصاب زي الهدوء اللي حصل مع حسين بالظبط الفرصه دي كانت عايزه هدوء اعصاب خالص خد وقتك لانك لوحدك تماما وتبدا تتعامل مع الانفراد ده دي حاجه كويسه تحسب لحسين بس كان في البعض قلقان من ان المباراه تمتد وتاخدنا كمان الاشواط الاضافيه في حاجه طول ما الوقت هيمتد هو هيتعب زياده كمان انت مش متخيل الشكل او انت شايف الكره جت الانفراد لحسين ازاي اتنين وحسين لوحده في حته ما فيش حد خالص فيها فخلاص هم يعني يشكروا ان هو قدر يجاريك في كل ده الحدي. هو يعني طلع مش المخزون ده طلع مخزون المخزون صحيح. عشان في سبب بسيط انت اللي وقعت في نفسك فيه اخرت الهدف اللي ضيعت 47 دقيقه الشوط الاول ضيعتهم من ايدك كان لازم يبقى التصرف بسرعه الامور هما يعني بص انا مش بلوم على لعيبه النادي الاهلي بس يعني هي ما انت في الاخر انت بني ادم يا ايمن طب قيمه المباراه وقوتها انت نازل لحد ما مستسهل المباراه شويه وبعد خصوصا انك بنازل بالفول تيم فانت مستسهل المباراه الهدف هجيبه لكن لما الشوط عدى الوقت بيمر ضربه جزاء ضاعت انت ابتديت تقلق ابتديت تبقى عصبي حتى عشان رده الفعل بقول لك عادي دي عصبيه زياده عارف لو انت غالب واحد او اتنين ولا هتبص للحكم الموضوع انتهى لكن هي بس ضغط النتيجه هو اللي خلاك عملت كده لكن ثقتك بنفسك وايمانك انك هتجيب جول وضغطك المتواصل ماليش دعوه بالمنافس حتى المنافس ده متواضع بس انت ضاغط 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 وعايز تجيب جول بتسدد بتحاول تلعب كوره عرضيه يمكن اشتغلت من الجناب اكتر شويه الشوط الثاني وده كان صح. الحاجه الايجابيه وما اشتغلت من الشوط الجناب بقت حتى المساحات في نص في قلب المدافعين ظهرت شويه اكتر من كره الكهرباء بدات تبقى فيه مساحات ضغطك ده وفر لك الهدف طبعا الكره وصلت للكندوسي في مكان ممتاز يحسب له ان هو
شايف وخد القرار بسرعه ما استناش. الكره اتلعبت حسين بقى طبعا الشغل اكبر لحسين. مظبوط. الاستلام خد وقته كويس قوي وشاف لما الحارس مرمى خارج بدا يعملها ببطن رجله اللي هي دايما لما بتقرب للجول لازم تبقى الدقه هي اللي فرقت معاه. 1-0 مستحق وكنت ممكن تجيب 2 و3 كمان، لكن في الاخر مبروك خروجك من مطب منتخب السويس، لكن الحمد لله خرجت منه. مطب صعب. مطب صعب هي صعوبه مباراه الكاس في كده يا ايمن، عشان كده كولر كان مصمم يبدا بتشكيل اساسي. هو اكيد طبعا عنده خبرات كبيره وعارف يعني ايه مباراه كاس، عشان كده قال لك لا انا هبدا بالاساسي عشان الضغطه بتاعه المباراه، عايز اخلص المباراه بسرعه وابدا بقى هلاعب اللاعب اللي هلاعب اللي هلاعبه. لكن اللي اخرك شويه دخولك البطيء في المباراه بين قوسين كده مستسهل المباراه شويه. مباراه الكاس ما فيهاش استسهال، هتلعب الداخليه المباراه القادمه ان شاء الله متاكد ان هي اسهل، مش هتلاقي مطب زي النهارده. دايما في مباراه الكاس ايمن في مباراه كده بتحس ان هو اكبر مطب جالك، فريق بقى متوسط، فريق بينزل، فريق حتى درجه ثانيه بيضايقك. وخلي بالك ساعات بتبقى النتائج عكسيه جدا يعني يعني صعبه جدا. يعني انت بتتكلم امبارح ايه النجوم خرجت سموحه مع الاحترام الكامل طبعا في النجوم، لكن لو شفت هنا وشفت اللعيبه هنا، لكن النجوم قدر يخرج سموحه وخرجت الاسماعيلي قبلها، خرجت الاسماعيلي فطبعا يحسب له. هتتكلم تقول ايه؟ اقول هتبارك للنجوم بلاعبته بمديره الفني بالاداره بكل حاجه، لان في الاخر انت بتبص على النتيجه. مظبوط. النادي الاهلي النهارده كان عنده عقبه كبيره، لكن حته ان هو كان ممكن يخسر النهارده دي انا يعني انا الحمد لله كنت مستبعدها تماما. انا عارف ان في صعوبه، لكن الحمد لله قدرت تاخد خطوه كويسه تعدي المطب. يعني هم لو عرفوا النهارده ان هم عدوا مطب منتخب السويس اعتقد ان شاء الله طبعا ارتياح جامد. خد بالك كمان صح. وبالنسبه حتى للسيد كان على الخط حتى بعد الهدف وجات لقطه عليه وراح يستلم، يعني هدي خلاص لان هو عارف كمان سيد ما اكيد مر بالظروف دي. كولر نفسه عارف يعني ايه مباريات كاس، لكن كلنا مرينا بيه كله طبعا. اكيد يا كابتن شريف انا فاكر ماتش البطوله 1982 بتاعت افريقيا كنا بنلعب فرقه في الصومال. الصومال هو علاء اللي جاب الجول. تشغيل الصومال انت فاكر اخر ثانيه فرقه نديها 6 7 8 هو ده هنا وهناك. أيوه. فضلت وجبنا بنالتي ضيعوا طاهر. انتوا 10 مره تقولوا ان طاهر ابو زيد ضيع بنالتي. لا مش مهم يعني علاء جاب جول في اخر دقيقتين. عايز اقول لك على حاجه الكوره ضيع البنالتي. الماتشات دي اي شبه الماتشات دي كلنا عدينا في المواقف دي. انت بتبقى واقف مش عارف تعمل ايه في الملعب، هنسقط الكوره ولا هنحاول نعدي ولا مش عارف الحلول تيجي منين، والوقت بيعدي عليك والعصبيه بتركبك، لكن ربنا الصح بيحصل. هو دايما هو زي ما قال علاء مطب يعني مطب عديته. وافتكر الكلمه دي قبل انت مش ان شاء الله مش هتقابل الظروف بتاعت النهارده، لان هو حتى كولر النهارده بعد ما كسب النهارده ما يقعد مع نفسه بقى كرؤيه مدير فني مش لعيبه ولا جماهير ولا احنا حاجه، لا هو اكيد خلاص عارف النهارده كان مطب جامد جدا صح، ودخوله في مباراه بعد كده لازم يبقى مختلف تماما. مباراه الداخليه ومباراه القادمه ان شاء الله، يعني مباراه الدوري ان شاء الله القادمه مش هتلاقيها صعبه زي النهارده. النهارده اصعب مباراه جات لك في الموسم النهارده والله. والله العظيم مش عشان قوه المنتخب، ظروف المباراه النهارده انت كان عندك اصعب مباراه في موسمك الكروي كله بما فيهم افريقيا والله العظيم. فانت الحمد لله عديت منها، عديت النهارده من مطب منتخب السويس. ما فيش نسبه طبعا الاهلي ومنتخب السويس طبعا كل احترام ليهم، لكن كان ممكن في النهارده تحصل لك مشكله، لكن هي دي قمه الفرقه الكبيره. مؤمن بنفسي، مؤمن بلعبتي، لا انا لازم اخلص المباراه لازم اكسب، وحصل الهدف. فمبروك الحمد لله النهارده التاهل. هتلعب الداخليه واعتقد هيبدا يحضر ليه المباراه القادمه ان شاء الله، هي خلاص ما فيش يعني يومين ان شاء الله دوري مهم برضه عايز إن شاء الله يخلص. واعتقد ممكن بقى ساعتها ممكن يعمل تغييرات ماتشات مباراه الدوري على فكره، بقول لك من الوقت يعني كمان اكيد نتكلم فيها ان شاء الله. كابتن عادل الف مبروك، فوز صعب بس ما زي ما قالوا كابتننا الكبار هي دي ماتشات الكاس. واحنا يعني انا هاخد من الكلام الكباتن واقول لك تمام كله، ولكن نزود حته بس اللي هو اصعب شيء على الفرق الكبيره ثلاث حاجات ما فيهاش، انه يلعب في الكاس مع الانديه الدرجه الثانيه دي رقم 2، رقم 3 بعد انجاز كبير. طيب ايه صعوبتها؟ اول حاجه برغم الفوارق الفنيه الكبيره بين الفريقين، اول حاجه انت بيبقى استعداد لمباراه من مباراه لمباراه بيبقى فيها فروقات كبيره قوي. انا هنا بستعد الفرقه فيها نديه الوداد بلعب على الكاس وفيها نديه قويه جدا، وبوقف مفاتيح اللعب عندهم وبشتغل على ازاي اضرب من الناحيه دي كظهير ايمن وظهير ايسر واعدي ازاي.
ازاي هدافع لما الكره تبقى مش معايا، ازاي انا هعمل ضربه ثابته وهم عندهم مين اللي بيلعب بدماغه كويس الحاجات. اما لما تيجي تلاعب فرقه زي السويس مع احترامي ليها يعني، انت ما بتتفرجش عليها كتير ومش هتجيب لها شرايط كتير، ولو حتى لو جبت لها شرايط مش يعني انت بتعمل الفعل، بدليل ان كولر النهارده ما بصش على فرقه السويس وهو بيلعب، هو لعب بالطريقه اللي هو عايزها، عشان لو كان بص ما كانش لعب بالثلاثه البندرات، لانه نص الملعب اكيد ده هيتاخد الكره منه، هو لعب مباراه نادي درجه ثانيه. دي اللي بتبقى الصعوبه، والصعوبه والصعوبه اللي هي بتلاقيها في الماتشات ديت بتبقى انا مش باكي على حاجه، انت باكي. انا لو عملت مفاجاه يعني النهارده السويس اتغلب من النادي الاهلي 1-0، ده الطبيعي المفروض، ده بيقولوا نتيجه جيده. يعني اتقال نتيجه جيده، ظهور مشرف. ظهور مشرف. فانت عندك انت المشكله، انت اللي بيبقى عندك المشكله. المشكله كمان بتبقى اكيد انت لو عملت نسبه المكاسب الكؤوس في العالم هتلاقي معظم الفرق اللي خدت الكؤوس ممكن يعني نسبتها 80% و20% بيبقوا درجه ثانيه بياخدوا الكؤوس. احسب كده في العالم كله، تلاقي النادي لسه طالع من الدرجه الثانيه فبياخد الكاس النهارده لانه مستعد جامد قوي وشغال جامد قوي. او حتى لو ما خدش بيبقى فيه مفاجآت، وبيبقى فيه مفاجآت. البطوله نفسها فيه مفاجآت اكيد طبعا، فيه مفاجآت. علشان كده طول الوقت المباريات دي اللي هي بيتقال عليها ايه، اللي بيتقال عليها مأزق زي ما الكابتن قال، مطب زي ما الكابتن، مطب ومأزق كبير للمدرب، والمدربين ما بيحبوش يلعبوه. انا دايما اقول ايه، لو اديتني ماتش صعب انا اتحفظ، ولو اتغلبت تبقى عندي حاجه اقولها، لكن تديني ماتش سهل مش هعرف ان انا يعني على الاقل لو اتغلبت هقول ايه يعني. فانا عشان كده بقول لك دي المباريات اللي بتبقى صعبه. والحاجه بقى المهمه بقى، تعالى نتكلم على فرقه النادي الاهلي دلوقتي. فرقه النادي الاهلي لما توصل ان هي تاخد بطوله افريقيا او نشوه الفرح اللي في اللعيبه دي كلها، ما هم بشر برضو يعني، الاستعدادات بتقل شويه، بس الحمد لله انه كولر مستوعب حاجه مهمه قوي عاجبني فيها، ان هو يعني هو ركز في المباراه دي قوي. على فكره لو ما كانش مركز ما كانش لعب الاساسيين يعني لعب الاساسيين صح، ولكن تركيزه انهي، تركيزه انه ينهي المباراه. أيوة. مش بيفكر للعيبه في الملعب هم ايه، لانه الطبيعي ان انت هتعمل مباراه كويسه كاهلي اعلى من فرقه السويس. انت بتكسب في الاوقات دي انا بعتبرها حاجه كويسه قوي للنادي الاهلي، وبعتبرها ان النادي يعني الأهل. انت قصدك في كلامك ان هو لو يعني يعرف فرقة السويس كويس ما كانش لعب في البداية بالشكل ده او بالتشكيل ده؟ اكيد طبعا اكيد. ليه؟ اي حد هيلعب فرقة بتدافع من اخر 30 متر في التدريب عامة، وانت الفرقة الاكبر، وانت الرد الفعل، هم رد الفعل، انت الفعل النادي الاهلي، يبقى لازم تعمل حسابك على ايه؟ هو بيديالك الملعب وانت توسع الملعب، هو يخلي حته السبورت تبقى موجوده الواحد ضد واحد، والتاني اللي بيعمل وراه السبورت هو عايز يخلقها كتير قوي، لا انت عايز تعمل واحد ضد واحد زي حسين الشحات اللي عملها دي، وزي القندوسي لما راح بقى النظره اللي هي الخلفيه اللي هي اللي هو حسين الشحات جيم بالراحه وبعدين ظهر في مكان فاضي فتلعبت له الكره، ده وعي تكتيكي. هو انت عايز تعمل، انت عايز تعمل تكتيكيا تضرب الفرقه تكتيكيا، هو عايز يعمل تكتل طول الوقت، هو ما بيروحش كتير على الجون، بيروح بفرد او اتنين او تلاته لاعب او اتنين او تلاته، انت بتروح بمجموعه هجوميه ومجموعه دفاعيه. ففي حاجات كتير قوي في الماتشات اللي زي دي لما انت تكسبها وتمشي كويس، زي حرس الحدود، مباراه حرس الحدود، انت جاي من افريقيا خلاص وخدت البطوله وبطل، فاخدت خدت التلات نقاط المباراه دي، انا بعتبر ان انت عديت الدور الثاني. دي المباريات اللي مش مش هتحسبها او مش هتذكرها بعد الموسم. انت عملت موسم جيد، خدت بطولات كتير، تمام. لما اجي اذكر في الموسم المباريات هذكر مباريات مين؟ الوداد، الرجاء، الزمالك لما تيجي تكسبه ان شاء الله، الترجي لما عملت مباراه كويسه، كل الحاجات دي لا تتذكر. لكن في حاجات ممكن ما تتذكرش، زي ماتش الحرس، زي ماتش مثلا السويس انت كسبان مش هتذكره، ولكن هتتعلم منه حاجه مهمه جدا، ودي كانت مهمه، انك انت ممكن النهارده
تستهتر بفرقه، كلمك على فرقه تيم كبير زي النادي الاهلي، يكلفك انك انت تقعد تتفرج على ناس بيلعبوا فاينل. لا خلي بالك، انا عايز برضو اصل دي في نقطه برضو لازم الواحد يتكلم فيها. في فرق من زي ما قال كابتن شيف وكابتن علاء، في فرق بين الاستهتار وبينك انت حاسس باريحيه شويه ان انت هتكسب في اي وقت. انت ما بتستهترش بس بتبقى عندك، خلي بالك دي حصلت لنا احنا كمان كتير، يعني بتبقى نازل بعد بطوله كبيره او بعد ما الامور ماشيه بالنسبه لك كويس، بتلعب فرقه اصغر شويه مع احترامي لجميع الفرق طبعا ومنتخب السويس طبعا. أوه. ولكن بتحس بايه؟ انك انت كسبان علشان ممكن كده المكسب يتاخر شويه، فعشان كده بتيجي صعوبه الماتشات دي. لا علشان كده الانديه الكبيره بتعمل حاجه مهمه قوي، المباريات دي بعد المكاسب الكبيره بياخدها ناس عايزه حافز جديد، اكيد الدوافع عنده دافع جديد. انا اساسي، انت مش اساسي. انا كسبت بطوله افريقيا وكنت اساسي في البطوله. ايوه انت محتاج انك انت تثبت انك كويس. اديك بقى مباراه زي دي، انا العب على الامر ده منين كمدرب؟ انا بلعب على الناس الخارجيين. انا ممكن اسند الفرقه عشان التكيف ويبقوا مع بعض والانسجام اربع خمس لعيبه، ولكن ممكن اغير عندي ما يسمح ان انا اغير باربعه في مباراه زي دي. ليه هم بيعملوا دستورهم بره في الامر ده؟ حارس المرمى بيتغير، صح؟ لانه حارس المرمى حارس كبير فبيقسم له المباراه. الدوري ياخده ودوري الابطال ياخده الحارس الاساسي، اما الدوري الكاس ان شاء الله لو وصلوا لدرجه انه يعني اقول لك حاجه، بس بدا المدربين يغيروها. جوارديولا لسه مغيرها كمان، خلي بالك لسه مغيرها. المفترض ما كانش يلعب بالفاينل الجون الاساسي، لعب بالاساسي. فانت في اوقات، هو النهارده مستر كوره عامل ايه؟ لعب بالشناوي. يمكن احنا عشان النادي الاهلي حراسه المرمى عندنا ليها وضع خاص طول العمر. يعني طول العمر عندنا حارس يلعب بيفضل يلعب يلعب لحد ما الحارس الاخر يفضل يلعب يلعب يلعب. دي سياسه. لا بس احنا عندنا كان فتره من فترات كان كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن اكرامي وكابتن احمد شوبير كانوا فتره من فترات بيلعبوا مع بعض. لا الثلاثه لا لا، كان بص كابتن ثابت وكابتن اكرامي كانوا بيتبادلوا ماتش وماتش. الكابتن شوبير اللي كابتن خد احمد منهم. شوبير بعد كده خد منهم وفضل بقى هو مكمل. بس بعض الفترات كان بياخد كابتن ثابت معاه كابتن اكرامي بعض المباريات. بص يا كابتن، حارس المرمى في العالم عامل زي الطيار، محتاج طيران كتير ولعب كتير. ايوه فحارس المرمى لازم يلعب كتير يلعب كتير، ما فيش طول الوقت اطلعك وانزل ده واطلعك وانزل ده. هي اتعملت استثناء في تاريخ النادي الاهلي عشان الكابتن ثابت والكابتن اكرامي. أيوه. عشان الاثنين كانوا عظام. أيوه. وكانوا الاثنين كانوا في مستوى واحد، حتى الاثنين كانوا اساسي في المنتخب واحتياطي في المنتخب وبيتبادلوها. أيوه. انت فاهمني؟ لكن انت في الوقت الحالي انا بتكلم انه ده انت عاوز تدي لعيب، يعني مثلا في فرق حارس المرمى الاساسي ممكن يبقى ب 80 مليون يورو والاحتياطي ب 60 مليون يورو زي المان سيتي. المان سيتي انت لو شفت الاثنين حراس هتلاقي السعر قريب من بعض جدا. مزبوط. فانت بتقول ايه؟ ده لازم ياخد وده لازم ياخد. صحيح. بس سنه الدوري عندهم والحياه والحاجات دي كلها انه لازم يلعب الجون الاساسي على طول. بس بديك انا بقى الكاس، حتى لو هخسر الكاس او لا اخسر الكاس ولا اخسر حارس المرمى فمدارس. لكن انت بدات انك انت عايز تعمل 6-7 بطولات السنه دي ان شاء الله، عايز تعمل انجاز كبير ان شاء الله. ففكره وانا بقول انه مبروك انك انت بتكسب في الوقت ده. صحيح كابتن احمد بلال، الف مبروك فوز في الوقت القاتل، ولكنه فوز منطقي وتاهل منطقي طبعا. منطقي جدا يا كابتن. في بعض الماتشات بتبقى خارج غصب عنك عن التركيز خلاص، يعني في بعض الماتشات كده. يعني احنا قلنا في البدايه ان الراجل عايز يدي مسج للعيبه ويقول لهم يا جماعه المباراه مهمه وان دي بطوله جديده وفي تحدي جديد، وقد كان في التشكيل في طريقه. لكن انت مش هتقدر برضو كمدير فني انك تخلق تركيز 100% في كل الماتشات. فانت في بعض الماتشات زي الماتشات اللي زي دي خاصه مع اختلاف الخصوم ومدى تفاوتهم في الامكانيات والقدرات، انت كمان بينزل او بيعلى تركيزك.
ده وضع طبيعي مهما كان في تاهيل واعداد نفسي حتى قبل المباراه يعني صح. احنا مش كلنا كنا بنلعب كوره مظبوط صح. هل درجه التركيز بتختلف ولا ثابته طول السيزون؟ لا طبعا تختلف طبعا تمام طبعا. لا لا درجه الاستعداد طبعا تختلف تمام مظبوط تمام اه طبعا. الروح القتاليه بتعلى كلها ابس اند داونز يعني فاهم قصدي يعني بتعلى ساعات وبتنزل ساعات صح. فانت النهارده مهما حفزت كمدير فني تمام بتحفز لدرجه انك ما تخسرش الماتش تمام ايوه لكن ممكن ما توصلش اللعيب لانه يطلع احسن حاجه تمام. يعني النهارده بتلعب مع فريق درجه ثالثه انت كنادي اهلي عارف اللعيبه بقى نفسها في الملعب بس دول مش ماشينز دول لعيبه يعني بيفكروا وعندهم عقليات وروح ودماغ يعني هو عارف ان في اي وقت من الوقت ممكن يخطف المكسب في اي وقت يعني وخاصه خد بالك ما بتلعبش المباراه مش بس 90 دقيقه ده المباراه يعني 120 دقيقه فانت لو ما كسبتش في الشوط الاول عندك الثاني لو ما كسبتش في الثاني عندك الثالث لو في الثالث عندك الرابع بس هي بتبقى مقلقه شويه طبعا عشان ماتشات الكاس ومفاجات بطبيعه الحال مباريات الكاس مباريات بتبقى يعني ليها طابع خاص في الـ في الـ في الـ في الـ يعني مش عايز اقول لك في القلق والتوتر ولكن خد بالك هي بطبيعتها مباريات رخمه شويه على, على 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 بعض الفرق صحيح. خاصه في الادوار التمهيديه صح. انت ممكن لما تيجي تحسب للفرق الكبيره اهلي زمالك يعني الفرق مش هتلاقيه طلع من دور الثمانيه او دور الاربعه صعب لكن ممكن يطلع من الدور الاول ممكن يطلع من الدور الثاني المفاجاه تحصل من الدور 32 الدور 16 فاهم ممكن تحصل مفاجاه لكن لما يخش في الاجواء تمام ويبتدي يعلى مع المنافسه ما اعتقدش انه ممكن يتهزم ويخرج ممكن اه خلاص الفاينل بقى انت ونصيبك تمام ولكن هي دي بطبيعتها مباراه الكوسه يا كابتن ايمن مباراه صح. يعني التركيز فيها الماتشات اللي بتكلم في الادوار اللي زي كده او المباريات اللي زي كده التركيز فيها بيبقى قليل لان الحسم فيها بيبقى شبه مضمون بالنسبه للعيبه احنا خلي بالك واحنا بنتفرج برده حاسين يعني ان الاهلي هو الاقرب هيكسب والاهلي هيكسب في اه بالظبط انت على الرغم من ده هو انت مش مضيعتش انت ضيعت النهارده يعني سبع ثمان فرص انا كاتبهم حقيقيين بقول لك سبع ثمان فرص حقيقيين بالظبط طب هل لو انت محتاج وركله جزاء طبعا هل لو انت محتاج المكسب في دور اقصائي افضل يعني اعلى من كده هل ممكن يكون نسبه التركيز هتكون اعلى طب مليار في الميه ايوه التاهيل النفسي الداخلي بقى للعيب خد بالك بالزبط. الداخلي للعيب نفسه هيبقى مختلف تماما أي. يعني ما ينفعش انا بلعب دور بلعب سيمي فاينل وهوصل للمرحله دي من اللعب انه انا بلعب على سطر واسيب سطر قلقان على نفسي خايف على رجلي الروح مش عاليه قوي لانك انت حاسس ان انت الاقرب فرصك اكتر انت بدنيا اعلى انت مهاريا اعلى فانت حاسس ان انت في اي وقت من الاوقات هتكسب المباراه أيوة. عشان كده هي بتتصعب مش بتتصعب بتتقفل في بعض الاوقات هي في فرق بين المباراه بتتصعب وبتتقفل خد بالك المباراه بتتصعب يعني انا مش قادر اوصل بحاول مش قادر أيوة. ما عنديش فرص متاحه مش فرص. لكن انت الكوره هي مقفوله شويه أيوة. انت مجدي قفش على في السكس يارده بيضيع كهربا كورتين ثلاثة في السكس يارده بيضيع حسين الشحات في ال 18 بيضيع حمدي يعني روس حمدي طبعا مرة في السكس يارده بيضيع فانت متقفله شويه لقله التركيز خد بالك وده بيدي مسج للعيبه يقول لك لا ان في المباريات اللي زي كده لازم يبقى يعني تعلى بتركيزك شويه اذا كنت عايز تكسب البطوله هو طبعا يعني واضح الفرق ما بين الاثنين مدير فني عايز يكسب بيلعب فول تيم تغييراته حتى كمان النهارده لو خدت بالك التغييرات من الدقيقه 45 يعني مظبوط الشوط الاول خالص التاني. لا ف مظبوط يعني هو عنده التاني. يعني هو عنده الرغبه الكبيره جدا أيه. انه يكسب المباراه عنده رغبه كبيره ان هو يكسب الكاس فالتغييرات النهارده من البدايه مش بس عشان امكانيات وقدرات الفرق اللي قدامك لا بس عشان برضه يحسس ان اللعيبه ان المباراه مش يعني انا مش سايبها أيه. يعني مش سايب باي لاك تجيب جول او ما تجيبش في اي وقت لا هو من الدقيقه خلاص من الدقيقه 46 ابتدى يغير بعض اللعيبه عشان يعني يجدد كمان الطموح داخل الملعب يغير كمان من الشكل والاداء يجدد الروح كمان عند اللعيبه عشان كده الاهلي يعني عارف كابتن ايمن في يعني المباراه مش عايز اقول لك يعني مدى صعوبتها في سهولتها فاهم قصدي أيوه. يعني هي مباراه أيوه. صعبه جدا عشان هي سهله جدا أيوه. يعني عارف انت يعني انت بتلعب مباراه صعبه اتصعبت عليك او هي صعبه قوي عشان هي سهله جدا 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 تقدر تكسبها في اي وقت فطالما انت بتقدر تكسبها في اي وقت فانت ممكن سبرنت تكسل شويه فاهم قصدي عايز تشوط فبترقص عايز ترقص ضيعت فرصه الثانيه هتيجي ان شاء الله فانت خلاص هي متسهله قوي فبتتصعب على اللعيبه داخل الملعب صحيح. وطول الوقت بيعدي زي ما اتفقنا قبل الماتش انك الفرقه الثانيه بدل ما بيلعب نص ملعب لا انا هلعب ايه هلعب من على الدايره لا مش هلعب من على الدايره ده انا هلعب من على ال 18 تكتل
دفاعي رهيب. يعني انت مع الكباتن هما بيقولوا ان انت يعني في ماتشات الدوري او في الماتشات اللي هي مع فرق قويه يعني صعب انك تلاقي الكلام ده. استحاله طبعا يعني يعني مش هتمر بالصعوبه دي. تركيز يا كابتن، تركيز نفسه مش هيبقى بالشكل ده ولا بالطريقه دي. يعني ثقتي في المكسب هتبقى موجوده بس مش بالطريقه او بالشكل ده. يعني انا ما يعني مثلا يعني كهربا وهو رايح بدل ما يعمل سبرنت عايز من بعيد يتزحلق فيحطها من هنا، فاهم؟ مجدي قفشه بدل ما يبص لجول بيشوطها ورجلي من، يعني الحاجات دي ما بتحصلش في الماتشات المهمه. انت بتبقى تركيزك 100% في كل فرصه بتجيلك. يعني احنا شفنا كهربا فرص اصعب من كده بكتير جدا وبيسجل منها اهداف لان درجه التركيز على كابتن ايمن، تمام؟ انما ماتش متسهل او ماتش الفرص بتيجي سهله فانت شايف ان انت في اي وقت ممكن تسجل. لو حسين ما سجلش كهربا هيسجل، عبد القادر هيسجل، قفشه هيسجل، اي حد من اللعيبه بتشوف ان هو ممكن يسجل في اي وقت. عشان كده هي دي صعوبه المباريات السهله اللي زي دي. عشان كده عدينا مطب صعب بالظبط زي ما اتفق مع الكباتن طبعا. يعني ان هو المباريات دي بتبقى مطبات صناعيه تمام او طبيعيه بتبقى صعبه شويه. ايوه صح. لكن من طبعا يعني الاهلي فريق كبير والراجل كمان مصمم، يعني كان يعني واضح اصراره على المكسب. صحيح. واضح اصراره كمان على البطوله من وجهه نظري. مظبوط مظبوط. ودي من ضمن المكاسب يا كابتن شريف. يعني النهارده برده في مكاسب كتير في المباراه. اولا انت اللي كنت مسيطر طبعا، انت اللي بتسعى للفوز طبعا زي ما قالوا او زي ما قلته طبعا، ان انت عندك حاسس من في اريحيه انك انت هتكسب في اي وقت. ولكن انت النهارده تنظيم دفاعي على اعلى مستوى رغم ان يعني الفريق الثاني ما كانش بيهاجم كتير، فريق منتخب السويس، شباكك نظيفه، طمنت على بعض اللعيبه، قندوسي نزل زي ما قلت برده يعني ابتدى يخش الحمد لله، عمل جول كويس قوي، حسين الشحات بيواصل تألقه، في مكاسب كتير جدا. وصلت الدور ال 16، عديت مطب صعب جدا النهارده، روحك المعنويه مواصله الانصارات حاجه كبيره جدا. اللي جاي في حاجه كمان لازم تقولها. اتفضل. الحاله البدنيه بتاعتك واقف على رجلك لحد اخر، مخلياك في كل مباراه بتلعبها متفوق، واصل لاخر لحظه، يا اما بتزود اهداف يا اما بتحرز اهداف. مزبوط. وتكسب في الوداد جبت جول وخدت. صح. ايه اللي خلاك تكسب؟ انك واقف على رجلك، واقف على رجلك لحد اخر، على طول بتهاجم وعلى طول عندك الزحف بالفرقه كلها باطرافك بوسط ملعبك بفراودتك بكلك واقفين على حلو. أيه. بدنيا واقفين على حلو. صحيح. الماتشات اللي هي بتاعت الكاس دي اللي خلتنا احنا بس نخش جوه التشكيل واللي كان لازم نعمله، هو مرور الوقت بدون احراز اهداف ده اللي بيوصلنا للعصبيه وبيوصلنا للتناقض في الاداء. احنا نقدر نقول احنا مش مركزين. ايوه. لا احنا مركزين، بس زي ما قال لك علاء وبلال وعادل وانت بتتكلم، الكره في الماتشات دي مش زي الكره في الماتش المهم. ماتش مهم ببقى خايف عليها قوي، مش عارف هتجيلي تاني ولا لا. أيوة. فبحط كل تركيزي فيها وكل حرفيتي فيها واطلع منها احلى حاجه. يعني كنت امسك الكوره من ناحيه الوينج ليفت اروح قاطم بالكوره، اول واحد ببص عليه علاء. أيوة. ليه؟ لانه كان بيساعدني بتحرك، وعلاء يقول لك كان بيساعدني بتحرك، اروح مسقطها له من ورا الاثنين ديفندر، يروح موقف الكوره مرقص الجون وجاب جون. الباص نفسه والتفكير اللي انا بفكر فيه ممكن ما افكروش في ماتش الكاس ده. يعني انت اللي عامل له معظم اجوال. هو عارف. انت هو مخبي. هو لعب معاك كم ماتش؟ لعب معاك كم ماتش؟ لعب معايا كم ماتش؟ ايوه. فانت في الحالات دي انت عارف كمان الكوره لما تجي لك ماتش زي الكوره الوحيده يمكن اسامه عرابي عملها لك وشافك انت في حته استحاله تيجي جون. انما انت جاي منين؟ انهي دي؟ الجون جابها بدماغه. مستعد سألك جاي من اسامه ولا دي نازله؟ دي نازله من السما. لا بعيده قوي. انت مستغرب من اسامه ولا ايمن؟ لا دي رايحه دي كره نتيجه جون. اصل لك لسه ولا فيها ريحه الجون كويس؟ انما الراجل اللي رايح ده ومركز وطالع حاطط الكره في الناحيه العكسيه بدماغه، هي دي الحالات اللي احنا بنتكلم عنها. أي. هي دي المواقف اللي احنا بنتكلم عنها. هي دي الماتشات اللي انت بتترجم فيها كل فردياتك. أي. في تنفيذ الكوره. ما انت لسه بتتكلم على الاشغال الصومالي وشوف فرقه سهله ازاي وكسبناها بالعافيه. احنا اشغال الصومالي ده انا مضيع بتاع 50 جول هناك، وجمال عبد الحميد ومحمد عباس احنا هنتجنن ان احنا راجعين من هناك 0-0 هنتجنن. ده اللي هو طاهر ابو زيد ضيع فيه البينالتي. ده اللي علاء جاب فيه جول.
قعدوا 14 استوديو طاروا زد البنالتي. طب سيبك من دي، كنا بنلعب كاس مصر برضو طاروا زد البنالتي وبنلعب فرقه برضو في اخر مش عارفين نجيب فيها جول، ومصطفى بوداب عمل لي كره طالع بدماغي حطيتها في اخر دقيقتين، كره زي الماتش ده بالظبط كده وخدنا الكاس ده. ايوه يعني في ماتشات، فاكر الماتش ده كابتن؟ اه في ماتشات انت مش بتستسهل الحكايه. لا ما انا رايح العب منتخب السويس، كلنا عارفين ان ماتشات الكاس دي فيها مطبات والاسماعيلي خرج وسموحه لسه خرج امبارح عريس جديد وقصص كتير بتبقى موجوده جوه اللعبه، ولكن طول ما انت حالتك البدنيه وده الاساس بالنسبه لي والسكواد بتاعك اللي انت شايفه ده، انزل بقى قفشه في اول الملعب او في اول الماتش زي ما انا كنت عايز بلاي ميكر ينزل بعد 45 دقيقه انت بس انا وانت ما هو الماتش اللي فات نزلنا كلنا فراوده، والماتش ده نزلنا كلنا مدافعين، المفروض نعمل السويتش يعني. ولكن هذه الحاجات برضو اللي بنستفيد منها، وحاله قفشه الماتش اللي فات واخد مان اوف ذا ماتش صحيح، فتاهله انه على طول يبقى بيفكر فيه ده لا قفشه ده لو هنا خرجنا واحد ديفندر ونزل هيغير لي الدنيا، وده اللي حصل فعلا. مهم انت كنت بتسال على مصر كولر والحاجات اللي احنا بنستفيد منها من الماتشات دي ومن اللي بيحصل في جوه الجيمز. خلاص هو راجل طحن، كل ما الكاميرا تيجي عليه ايمن ابص ليه بيأيد. ايوه ضربه الجزاء جاتش أيد كوره راحت، بس هو ليه فلسفه وفكر معين. طبعا طبعا لازم انت كلاعب كمان تتماشى مع اللي بيقولوا لك مستر كولر. احنا كلنا لما نزل التشكيل ده قلنا ايه؟ ايه التشكيل الاساسي والقوام الاساسي واللعيبه دي؟ هو عامل احترام للفرقه. أيوة. اللي بيلعبها، يعني ممكن يطلع واحد يقول لك ايه؟ لا ده انا الفرقه دي هتلعبني ورا كلها، ده انا هجوم ان ادخل بكل الفرقه اللي عندي، مفيش لا دفاع ولا في ولا محتاج خالص انا ديفندر النهارده. ولكن الماتش اللي فات حصل ايه؟ لما نزل ديفندر ظبط الاداء صحيح. كله بتاع المباراه صحيح. انت من مباراه لمباراه يعني احنا شايفين ربنا بيوفقنا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اللعيبه بتجري في الملعب، كل ما بتجري كل ما الكره في رجلك كل ما بيحصل وصول للمرمى ومكسب بيجيب مكسب وبطوله وراها بطوله يعني الحمد لله رب. واللعيبه ما شاء الله يعني ملتزمه، وزي ما قلت هي واقفه على رجليها يعني حتى في جميع الماتشات اللي النادي الاهلي لعبها واحده واحده واحده. أيوة. الحقيقه كلهم مكملين من بطوله لبطوله لبطوله ماشيين في سكه عندهم هدف. أيوة. تحس ده موجود في الملعب وتحس ان ده موجود في اللعيبه كلها. لما نوصل للعيبه بتتعصب وبتتنرفز معلش ما هو انت عندك حق بس هو سبب ايه النرفزه دي؟ خطا حكم. خطا حكم ايه السبب النرفزه؟ ولا لو انا كسبان 2-3 هضحك اروح اقول له ده يا عم انتوا ايه مش حافظين القانون ولا ايه؟ يا كابتن دي ضربة ضربة يعني بص السكه هتختلف ازاي؟ هتبقى انا كسبان وجايب جون يعني بعد ما كان حسين الشحات جاب جون والكره دي اتكررت كان هيضحك مع الحكم. استحاله كان هيتعصب كده ولا ان هو خايف على نفسه وعلى الفرقه. الفرقه طبعا عايز كره زي دي غير على الفرقه طبعا. حتى هي كره ميته مش بتاعته علاء قال لك ما خدهاش يعني فعلا هي ما خدهاش. الكلام ده انا اعمله لو انا والجون ورقصت الجون وراح اجيب جون وراح الله امام مديني واحده نطرني بره ومفيش فار بقى انت هتعمل له ايه؟ ما عمل واحدتين النهارده الله امام ده برده غير دي عمل واحدتين منهم مش اوفسايد ودي اوفسايد بس دي حاجه كويسه كمان خلي بالك يعني لازم اللعيبه تبقى عارفه القانون كويس. كويس يعني اللعيبه عارفه يعني في ناس بالظبط طبعا يعني كويس ان اللعيبه عارفه القانون في لعيبه تجهل القانون تمام ده اللعيبه اللي موافق يا كابتن يعرف القانون بس يجب يتصرف صح يتصرف صح بس عايز اقول لك على حاجه ايوه اللعيبه اللي مش واخده بالها من القانون دي اللي ما بتلعبش انما اللعيب اللي رجله في الملعب هو اللي بيدور على اي حاجه عايز اي حاجه عايز لمسه ايد بيلعبها بالعرض البينالتي عايز عايز ياخد حقه من الحكايه على طول لانه هو مستمر صحيح مستمر صحيح هيفضل مستمر في الملعب هو رجليه في الملعب وعليه مسؤوليات مسؤوليات اللعيبه دي كلها بسبب الجماهير وبسبب انك تلعب في نادي كبير انما لو بتلعب في اي نادي تاني ما اعرفش ايه طموحك ايه هو التاني التالت العب في الكونفدراليه اطلع العب في دوري الابطال حظي السنه دي يبقى كويس الاهلي مركز طبعا لا والاهلي خلي بالك النادي الاهلي كمان طموحه مختلف تماما يعني بنتكلم على
مش طموحه باش بعض الفرق. لا النادي الاهلي مختلف تماما في حتى في الطموح نفسه. هقول لك الاهلي عمل عمله كبيره جدا يعني خلى نفسه محط انظار العالم كله. صح. انت النهارده بتلعب مع ريال مدريد، تروح تلعب مع بايرن ميونخ، تروح تلعب مع مانشستر سيتي ان شاء الله. ده انت الوحيد اللي بتروح، انت اللي بتروح واليابان نوير الراجل بتاع حارس المرمى البايرن نوير راح كلم مع محمد شين قال له انت بتروح اكتر مني. أي. انت كل سنه هناك يا عم. أي. انت مبروك 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 مبروك. احنا غيرنا يعني خريطه ملاعب، في ملاعب يعني اتسمت باسم لعيب عندنا. ايوه فهمتني. ايوه فانت بتعمل كل يوم حاجه جميله جدا ولطيفه جدا مع بتواكب اسعاد جماهير واسم مصر كله بقى على الخريطه، واللعيبه بتاعتك كلها بقت بتتبص عليها الشكل الاحترافي ده كله بسببه ايه؟ بسبب حاله لعيبه النادي الاهلي دي لما بتبقى متوهجه وبتكسب بطولات. و2006 2008 2010 كان ناقصنا بس نخش كاس العالم وكانت الدنيا هتبقى مع حسن شحاته ايه. أيوة. انما كان تلتينها لعيبه النادي الاهلي. مظبوط. الحقيقه يعني احنا بنقول الحاجات دي ليه الانجازات. فوقت ما يبقى فيه انجازات لازم نقول. صحيح. بس مكسبك المنظومه بتساعد على كل ده. مكسبك كمان بتاع البطوله ال11 خلاك في حته تانية خالص. جوارديولا عندنا النهارده بيتفسح بيكلموا على الاهلي على فكره. انا ما اعرفش هيمضي يعني جاي يمضي ولا جاي يعمل ايه بالظبط. أيوة. ولا جاي يفتش علينا ولا جاي يراقب النادي الاهلي. فهو منور يا عم جوارديولا. انا قلت مصر انت والعائله. فده برضو من من مكاسب. ايوه الدنيا حلوه وجميله يعني. الحمد لله. فدايما احنا بنبحث في البتاع ولو حصل لا قدر الله اي حاجه احنا بنمتثل بنقول كان في 1 2 3 وهارد لك وقدر الله ما شاء فعل. وهو وبنعوض بسرعه بقى. أيوة. احنا مش هنبص للي راح، بنبص للي جاي. مظبوط. خلينا في اللي جاي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. يبارك لبعض الماتشات الدوري باذن الله. هرجع لك هرجع لك والله. لا القانون دي كلمه بس، حته القانون بتاع اللعيب لازم يعرف. أيوة. القانون دي عارف. أيوة. دلوقتي بقت وحده تدريبيه. طبعا. لازم تجيب له حكم وحكم دولي يدرس له القانون للعيب. فاكر زمان كان كابتن علي قندير رحمه الله عليه كان يجيبه لنا في النادي الاهلي. احنا عملناه في الاهلي. بالظبط. احنا عملناه وجبنا سمير عثمان. انا جبت سمير عثمان. احنا من زمان جبنا كابتن علي قندير الله يرحمه يعني. يمكن الكباتن كابتن علاء وكابتن شريف يعني اقدم شويه، هي عادل وكابتن احمد بلال يمكن ما يعرفوش كابتن علي قنديل قوي. عارفه عارفه طبعا. كابتن محمود عثمان وكان من ضمن لا كابتن علي قنديل قبله وحسين فهمي قبله وحسين فهمي طبعا الله يرحمه. ديبه انا الديبه حكمني. لا الديبه حكمني الله يرحمه كابتن ديبه. انت ما شاء الله ربنا يديك الصحه والعمره. ايام الابيض واسود ايام الابيض واسود ده لحق الابيض واسود الحمد لله من الراديو يا كابتن. اه كابتن عفت انت ما حضرتش عفت. ايام محمود بدر الدين. بلال انت ما حضرتش عفت. ايام رمزي مع الكوره كابتن عفت سمعته؟ كابتن عفت ده من الناس اللي ايه كانش بقى بنروح نلعب في كفر الشيخ ولا حاجه. الله يرحمه الله. ويذيع لي ماتش مثلا انا في كفر الشيخ ويشرف ويشرف حاجه جميله. انت ما حضرتش محمود بدر الدين؟ اه طبعا. لا حضرت بتاع الزمالك. حضرته؟ اه طبعا. المذيع المعلق. اه طبعا. ده انت كبير قوي ما شاء الله. لما قال عندي ميعاد وكلام من ده. لا مش محمود بدر الدين. لا محمود بدر ما قال الماتش ده فيه اكسترا تايم ولا ايه؟ انت قصدك على كابتن علاء الحمولي مش كده؟ لا لا محمود بدر الدين كان ماتش بيتلعب في الترسانه كاس مصر. ده قديم قوي. ده كاس مصر وكان هيلعبوا اكسترا تايم. طب بس قال لك لا 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 انا عندي ميعاد النهارده. اه بس ما كانش محمود بدر الدين. لا محمود بدر الدين كان راديو بس تقريبا. كابتن زوار ولا ايه ده؟ لا 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 ده قديم قوي. لا اللي قال دي كابتن زوار؟ لا 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 مش كابتن علي زوار. هو كابتن هو بس ايمن ما كانش جه من اسكندريه لسه. لا لا هقول لك اسمه بس انا فاكره والله. بس دلوقتي كنت هتكلم الكابتن علاء على الفتره اللي جايه والماتشات المهمه. في ده خلاص احنا هنقفل صفحه الكاس. انت ليه عايز تتكلم على الماتش ولا لا؟ مش عايز اتكلم على الماتش. خلينا نتكلم على الكاس. خلينا صفحه الذكريات دي حلوه. لا 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 والله حلوه والله. اه والله يوميات. عندنا كابتن علاء عندنا 4 ماتشات صعبين جدا. واحنا كنا بنتكلم النهارده على ان مستر كولر عنده ماتش صعب او مطب صعب عايز يعدي منه. كويس كويس. الماتشات اللي جايه انا من وجهه نظري اكثر صعوبه. ليه؟ انت لو حسمتها انت عندك اهداف دلوقتي كمستر كولر، هتحقق اهداف كتير جدا 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 للمرحله اللي جايه. لان انت بتبص على انك تحسم الدوري مبكرا، عندك اهداف مجرد حسم الدوري اهمها انت عارفهم، ان هو عايز يريح لعيبه، عايز يبص على لعيبه، عايز يشوف السنه الجديده التجهيزات والاستعدادات، ولو ان عنده لسه بطوله بعد كده اذا كان هنكمل بطوله الكاس مش عارفين هتكمل امتى، عندك السوبر الافريقي. فانت عندك اهداف كتير فعايز تحسم الدوري مبكرا في الـ4 ماتشات دول.
الاربع ماتشات دول انت لو كسبتهم خلاص حسمت الدوري بنسبه 100% خلاص. بس مش هتبقى مضغوط يعني كولر مش هتبقى مضغوط خالص علشان في لسه بالظبط انت دي مباريات مؤجله يعني مش مصيريه بالنسبه لك انت ومنافس. اه بس خلي بالك احنا المباريات المؤجله قبل كده عملت معانا مشاكل. ماشي بس مش بالمنظر ده. مين اللي كان بينافسك؟ مين اللي كان بينافسك؟ انت قصدك مفيش منافسه السنه دي؟ لا المنافسين مش عندهمش نفس طويل هم ممكن يوصلوا للدوري. خلينا بص واقعيين ونتكلم بمنتهى الصراحه من غير ما نلف وندور. المنافس دايما اللي دايما يضايقك لو منافس معاك نادي الزمالك. ايوه لان هو اقرب نادي يبقى هو عنده لعيبه وعنده 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 ده الاقرب دايما. المنافسين دلوقتي مش مضمونين يعني ممكن يتعادل في اي مباراه سهله جدا. ما عندوش طموح البطوله. انت عندك اربع مباريات هتكسبهم بس من غير ضغوط. الضغط اللي كان على اللعيبه النهارده مش هتلاقيه المباراه القادمه اطلاقا. يعني ضغط ماتش الكاس النهارده اصعب من الضغوط بتاعت ماتش الكلمه دي ايمن. المباراه النهارده بضغوطاتها والمفاجاه اللي هي فيها اللعيبه مش هيبقى زي المباراه القادمه خالص. لان اكتر واحد كان اقل ماتش النهارده هو كولر بس. لكن كولر لوحده مش هيقدر يوصل شعوره وخوفه لكل اللعيبه. هي اللعيبه بدات تحس بالخوف في الملعب. انت فاهمني؟ بدات في شويه قلق في الملعب. بدا امتى؟ بعد الشوط الثاني ضربه الجزاء العصبيه بدا. لا عايزين نخلص المباراه مش عايز اخش وقت اضافي. المدير الفني بتاع السويس اكيد بيلعب على هدف واحد بس عايز يوصل ضربات جزاء. دي امنيه حياته ان هو كان يوصل ضربات جزاء النهارده من غير ما اعرف هو قال ايه او ما قالش ايه. لكن تفكيره عايز اوصل النادي الاهلي لاقصى حاجه في المباراه. ايه هي؟ ضربات الحظ الترجيحيه زي ما بيقول. وانت بقى وبختك. هو ده كان امله. الوقت بيعدي هو بالنسبه له الامل بيزيد وممكن يخش سرطان برضه يعدي بسرعه. انت ومستر كولر بيقلق. لا كولر بيقلق وبدات اللعيبه كمان اللي هو في ايه المكسب اتاخر. ايوه فرص فبدا بتضيع. الفرص بتضيع بدا سنه قلق سنه عصبيه سنه ضغط. لكن في الفتره اللي انت محتاج فيها هدوء حصل عند حسين هدوء في استلام وهدف. خلصت النهارده زي ما بقول لك مباراه اتشدت فيها في الملعب مش قبل الملعب. دايما لما تروح المباراه وانت مركز فيها قوي ومش قلقان لكن انت مركز فيها كويس قوي بتنزل الملعب تركيزك ده بيبان من اول ثانيه. انت النهارده عشان تدخل في مباراه ايمن خدت وقت كبير خصوصا في الشوط الاول. ضيعت وقت كتير قوي في الشوط الاول انك انت عايز تجيب جول بسرعه فبدات تلعب لعب مش لعبك. يعني النادي الاهلي النهارده لو بتتفرج النادي الاهلي الشوط الاول مش هو النادي الاهلي الشوط الثاني اطلاقا خالص. ده فريق ثاني خالص لان انت الشوط الاول لعبك تجاري قوي كره طويله وعايز تخلص وكده وعايز تخلص المباراه. لا مش اسلوب لعب مش اسلوب خالص. اسلوب لعبك ده مش هو ده. عشان كده انت كلنا مستغربين شكلنا في الشوط الاول الاهلي بيلعب طويل. ويا ريت كور طويله يعني مؤثرة. من الاجناب لا ده كلها متشافه يعني ما فيهاش اي صعوبه سهل. خالص يعني. فهي دي حتى القرارات انا قلت لك كلها قرارات مش صح. التسديد اللي كان بيتكلم عليه بلال بين الشوطين مش في تسديد مش وقت تسديد استنى شويه واهدى. لكن هو يقول لك مش مشكله ما انا هتيجي فرصه ثانيه وثالثه. لا الشوط الاول طار منه بدا الشوط الثاني وقت بيروح 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 ضرب الجزاء. لا خلاص الحمد لله ضرب الجزاء والامور هتبقى اسهل وممكن نجيب الثاني والثالث. ضاعت ايوه ضغط زياده. لكن انت خبراتك الكبيره قوي وبطولاتك كتيره قوي والاستحقاقاتك كتيره قوي في الملعب هو ده اللي بان النهارده بقى ايمن. في واحد عارف الظروف دي كويس قوي وفي واحد لسه اول مره يمر عليها. فانت خلاص انت عارف انت خلاص وقت ضغط عايز تضغط على نفسك عايز تخلص المباراه حماسك زاد قوي مش عايز تضيع وقت بدات تبقى حريص جدا عايز تخلص المباراه. حصل مع حسين الشحات وخلصت المباراه. كل اللي شفته النهارده ايمن من ضغوطات وتقلبات في المباراه مش هشوف المباراه الجايه خالص. المباراه الجايه بقول لك اسهل مباريات الدوري بالنسبه لي. انت بتتكلم على سهولتها عشان بالظبط الموقف نفسه. ايوه بالظبط النهارده عشان الموقف. النهارده موقف صعب يا جماعه. موقف صعب انك انت ممكن الوقت كان عدى ودخلت اكسترا تايم وعدى منك وصلت نفسك ضربه جزاء. على فكره الكوره ما تقدرش تحسب لها حسبه طبعا. ما فيش بني ادم يقدر يحسب يعمل حسبه لكره القدم طول ما انت 0-0 صح 0-0 كل الامور متاحه ليك وليا. لكن انا بتكلم على مباريات دوري. دوري انت الحمد لله عندك ارتياحيه كبيره قوي. خلصت من عقبه النهارده تبدا تسير مباراتك ان شاء الله. المباراه القادمه هتلعب بنفس اسلوبك اللي لعبت بيه مع الحرس اللي هو مباراه الدوري. انا ضاغط وعامل حساب الفرقه الثانيه وعارفها كويس قوي وعارف هتبدا معاها ازاي. هو النهارده الحيره برده عند كولر هو مش عارف هيبدا ازاي مع السويس مع انه عارف ان هم هيدافعوا. لكن
الخصم بالنسبه له مجهول بالظبط، هو عارف ان هو الخصم هيدافع عشان كده النهارده هو لاعب ناس، لكن كان متوسم الشكل الهجومي بقى احسن من كده عشان كده راح بسرعه راح مغير ديانج بين الشوطين. نادرا ما بيغير بين الشوطين، هو مظبوط غير ديانج بسرعه، لازم محمد مجدي ونزل مع كوندوسي، عايز هو دور على ناس مهاريه قوي بتعرف تتصرف في الاماكن الضيقه زي الهدف، الهدف لمسه ثانيه ما خدش وقت القندوسي، ودي مهارته ان هو شاف حسين لمسه الثانيه على طول حسين هدف، هو بيدور على نوعيه اللعيبه دي ايمن واللي مساعده ان ما شاء الله عنده لعيبه بره النوعيه موجوده زي ما هو عايز، عايز مدافعين مهاجمين واحد بيخلص واحد في اخر الثلث في الثلث الاخير مقلق زي القندوسي زي محمد مجدي زي بيعرف يلاقي. واللعيب لما بينزل كمان يا كابتن علاء مع احترامي طبعا لكلامك طبعا باكده ان اي لعيب بيلعب حتى لو ما بيلعبش بصفه اساسيه بينزل وثقته عاليه جدا بنفسه بالظبط، معلوش الضغوط الجامده زي بس زمان، بس هو عنده حاجه، هو عنده حافز، ده الجول اللي بتكلم عليه بص في يعني لو رجعتها تاني ممكن نرجعها من 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 قبل كوندو. ايوه اهي هنا بص الكوره ماشي يا كابتن، بص هو كمل على بص لمسه بص خلاص خد القرار يعني هو اللي كان شايفه. هقول لك حاجه، هي مع اللمسه الاولى شافه الثاني ما بصش. ايوه بالظبط ما بصش عليه، هات لنا ثاني بعد اذنك يا سمير عشان نبص على اللقطه اللي بيقول عليها الكابتن علاء في القندوس اهو. لا ده الثاني اللي قبلها بالظبط، هو لمحه اللمسه الاولى، بس اللمسه الاولى بص يا ايمن. أيوة. كمل بقى كم هنا هو شاف حسين أيوة. خلاص مظبوط هو لمحه ما بصلوش، بس الثاني ده هو عدل نفسه صح. عشان يعمل التمرير الصح صح. هنا طبعا حسين صرف احسن حاجه عملها هدوء هدوء صحيح. هدوء هو ده اللي مطلوب يمكن دايما في الحته دي، يمكن بلال يمكن اكتر واحد كان موجود في المكان ده وانت أيوة. انك عايز هدوء في الحته دي، ازاي تتصرف ببطن رجلك ما تتشطش على فكره الكوره دي او اتشطت ده ممكن خبطت في الجول، لكن هي عايزه هدوء بطن رجله جامده قوي. خلصت من المباراه النهارده، المباراه القادمه مباراه دوري، عارف هو عارف يعني بص اربع مباريات للدوري، بنك الاهلي كويس، فيوتشر، اسماعيلي، اتحاد كويس، اصعبهم المباراه القادمه ايوه طبعا البنك الاهلي أيوة. ليه؟ لانه فريق على المحك مع كام فريق ثاني فمش عايز يخسر نقاط، هو استحاله هيلعبك الجيم مفتوح وعنده لعيبه كويسه، بس مش هيلعبك الجيم مفتوح البنك الاهلي اطلاقا، هتحس برده ان هو بيلعب لحد ما هيقفل شويه الملعب، هيلعب ممكن يلعبك نص الملعب يبدا يقفل المساحات عنده كويس، بس هو عنده لعيبه قدام كويس عشان بقول لك ايه الصورة. هيقفل الملعب كويس قوي ويعتمد على المرتدات عشان كده الاستعداد للبنك الاهلي هو بالنسبه كولر بالنسبه له سهل لانه عارف بنك الاهلي وعارف مين الخطر وازاي بيلعبوا وازاي في الاماكن الخطر وازاي انا هاجمهم، هو مجمع الفريق كويس قوي عشان كده انا هعرف ازاي مع البنك الاهلي النهارده. لا فريق بالنسبه له مجهول خلص، بس انت من كلامك كمان بتقول يعني حتى مهما كانت النتيجه ان شاء الله تكون النتيجه مكسب للنادي الاهلي، بس ما تقلقش مش مضغوط مفيش ضغوطات عليك تماما خالص، بالعكس كلها دوافع ايوه، انت نازل مش ضغط، اصل في فرق انك تبقى مضغوط وفي فرق انك انت انا عايز دافع عشان اخلص الدوري اللي انت بقى بتتكلم عليه ده اللي هي الحاجه الايجابيه أيوة. ان انا نازل مش مضغوط، انا عندي دوافع كلها عشان اخلص الدوري، لكن صح. النهارده انا مضغوط عشان عايز اخلص من دور 32 مع فريق مجهول، مع كل مباريات الكاس او كل اللي بيحصل في كاس مصر اللي قالها كابتن شريف وبلال وعادل، هو ده اللي كان قالك النهارده، لكن صح. المباريات القادمه ما اقدرش اقول ضغط، اقدر اقول دوافع، والدوافع دايما تبقى ايجابيه واحسن يعني احلى حاجه ان انا لما اجي العبك ايمن او انت تبقى نازل بص النهارده كابتن شريف عنده دوافع أيوة. يبقى كلها ايجابيه أيوة. باين ان هو عايز يعمل حاجه، انما انت مضغوط ليه؟ مش انت في استلامك للكوره، مش انت في تسديدك، يقول لك يا ده اللعيب ده مضغوط، لكن مش دوافع، الدوافع كلها حاجات ايجابيه حاجات حلوه، غير الضغوطات بتبقى حاجه سلبيه على اللاعب ايوه، هو ده بس الفرق، لكن زي ما بقول لك انا متفق معاك انك دوافع ايجابيه انك تخلص ان شاء الله الدوري في الاربع مباريات ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن عادل وكابتن بلال هرجع لكم بعد مستر كولر، نروح نشوف المؤتمر هو قال ايه بالظبط، ولكن سؤال مهم يمكن الكابتن علاء وكابتن شريف قالوا من قبل كده، حته الدوافع، حصولك انت كنادي كبير على اغلب البطولات او معظمها او كلها، هل بيبقى هناك في ضروره للتدعيمات ايضا لخلق دوافع جديده، حوافز جديده، تحفيزات جديده، عندك بعض الاماكن عايز يعني فيها شغل عايز تدعمها بشكل كويس، خصوصا ان انت داخل على بطولات صعبه جدا جدا وقويه ومنها كاس
العالم للأندية. وفي حاجة برضو عايزين نتكلم عليها كلعيبة بس بعد برضو المستر كولر، التشبع بالبطولات. هل في حاجة اسمها التشبع بالبطولات للفرق الكبيرة؟ نروح نتفرج على مستر كولر في المؤتمر الصحفي قال ايه بعد المباراة. Schwieriges Spiel, wir wussten das, weil der Gegner sehr tief stand und natürlich auch durch die Erfahrung, die sie gemacht haben gegen Future, wo sie sich qualifiziert haben, haben sie auch gute Erfahrungen. Sie haben, denke ich, heute genauso gespielt, defensiv diszipliniert. Wir haben in der ersten Halbzeit haben wir zu langsam gespielt, auch zu wenig provoziert nach vorne. Wir haben das in der Pause angesprochen und die zweite Halbzeit waren besser, hat der Aufschau hat auch natürlich viel dazu beigetragen. Aber noch einen Elfmeter verschossen, wie eigentlich Remy schießt im Training auch und da schießt er eigentlich immer Tore. Und heute hat es nicht geklappt. Gut, wir haben dann schlussendlich das erlösende 1:0 noch geschossen mit einem schönen Spielzug über Kendussi und Shahed. الماتش كان صعب زي ما توقعت وزي ما قلت للعيبة قبل المباراة ان المباراة محتاجة جدية، الماتشات دي بتبقى صعبة، الفرق بتبقى من الدرجة التانية بتبقى عندها دوافع كبيرة جدا وعايزة تظهر، وان هم هيدافعوا وهيبقوا طول الوقت مضايقين مساحات قدر الامكان كلهم تحت الكورة، وان ده واضح ان هم عندهم خبرات في اللعب بالطريقة دي لان ده كان واضح جدا النهاردة، كمان عندهم حماس كبير، كانوا مقفلين جدا في الوقت. في الناحية التانية احنا كنا سيئين جدا الشوط الاولاني، حركة قليلة جدا، مفيش لعب لقدام، في تراخي كبير جدا في الشوط الأولاني. اتكلمنا مع اللعيبة بين الشوطين المفروض نعمل إيه، نزلت قفشة، قفشة حرك الأمور بشكل كويس جدا، بدأ يلعب لقدام، بدأ يحرك الأمور، عمل ماتش كويس قوي، وجالنا ضربة جزاء. رامي عادة في التمرين ما بيضيعش ضربة جزاء، يعني كل ضربات الجزاء اللي في التمرين بيجيبها ممكن دي تكون أول ضربة جزاء أشوفها رامي بيضيعها. اللي حصل كملنا وحاولنا وبدا يبقى في محاولات لغايه ما احنا قدرنا نجيب الجون الفوز اللي حل الامور بلعبه جميله جدا من القندوسي، لعبها كويس قوي لحسين الشحات وكسبنا في الاخر 1-0 وتاهلنا للدور اللي بعد كده. Ich vertrete für den Sieg dann und die Qualifikation in der nächsten Runde. Was sind die Gründe, dass Die erste Frage dann, warum ist der Sieg so spät gekommen? Die zweite Frage, warum die meisten Spieler, die eigentlich normalerweise Stammspieler sind, keine gute Leistung heute gezeigt haben? Also haben Sie einfach gedacht, Sie werden eh gewinnen, locker gewinnen und deshalb dann die Leistung? Ja, also ich denke nicht. Also wir haben natürlich, oder ich habe versucht, in diese Richtung zu arbeiten, dass wir das nicht locker nehmen. Ist aber so, dass natürlich auch die Spieler, die jetzt auch immer intensiv mit dabei waren, die haben... Wir haben eigentlich auch eine Pause gehabt im letzten Spiel und dann ist natürlich, oder jetzt mit diesem Champions League-Sieg ist es auch schwierig, dann wieder reinzukommen. Und es ist auch möglich, dass mal natürlich der eine oder andere nicht so einen guten Tag hat. Ich glaube, er schreibt auch nicht jeden Tag einen super Bericht oder merkt das dann vielleicht auch selber. Das ist auch bei den Spielen so, dass sie natürlich immer, okay, Schiri pfeift an, du musst da sein. Und das ist aus meiner Erfahrung einfach auch nicht immer möglich. ده اللي انا حاولت طول الوقت ان انا اشتغل عليه اليومين اللي فاتوا مع اللعيبه، ان احنا ما يحصلناش ده بالظبط، حاله التراخي دي انها تحصل، وحاولت طول الوقت ان انا اتكلم مع اللعيبه ان احنا ده ما يحصلش، وحاولت اقاوم ده طول الوقت. لكن بيبقى في مشاكل زي مثلا اللعيبه اللي حضرتك بتسميهم اساسيين او اللي بيلعبوا بشكل اكتر شويه، اللعيبه دي وبعض اللعيبه، في لعيبه خدت اجازات وفي لعيبه ما خدتش اجازات، في لعيبه خدت اجازه الماتش اللي فات ما لعبتش وريحت فجايه تلعب بريتم تاني دلوقتي مره واحده. الريتم بتاع اللعيبه دلوقتي في الماتش النهارده ما كانش كله زي بعضه، لان عمليه الراحات مع كمان طبعا الفوز بدوري الابطال وتاثير لسه الفرحه بتاعت دوري الابطال، كل ده مع كل لعيب مختلف. في النهايه هو عموما مش ما تقدر، بيحصل ان اللعيب ما يبقاش في يوم او لاعب او اتنين ما يبقاش النهارده اليوم بتاعهم، ده بيحصل في اي شغل يعني، حضرتك اكيد وانت صحفي مش كل يوم بتعمل كل يوم احسن مقال، في مقال ممكن بيبقى انت نفسك بتحس بعديها مش كانش احسن حاجه او مش مستوايا، ممكن اعمل احسن من كده.
فهي كمان بالنسبه للعيبه ما بيبقاش دايما الحكم يصفر فعلى طول بيشتغل ب 100% كل ماتش. بيحصل احيانا ان يحصل يوم اللاعب يقف او مش في مستواه. warum der Sieg so spät gekommen ist? ليه الفوز اتاخر كده؟ im cup spielt es keine rolle, also du hast 90 120 oder elfmeterschießen und du musst einfach gewinnen. Das haben wir gemacht. في ماتشات الكاس بتكسب في 90 دقيقه و120 دقيقه وضربات الجزاء، المهم ان انت تكسب وده اللي احنا عملناه. مستر كولر مبروك على الفوز. النادي الاهلي النهارده كان ماسك كوره وكان بيلعب كوره. هات هويت بال بيزيتس هات فيه شانس في جيبن كهرباء شحات بيواجهها النادي الاهلي في عدد كبير من بروبليم ان في سبيلرز ويز شانس في جيبن راس حربه يجيبوا النادي الاهلي هات ديز بروبليم ان لوزونج اودر موس الاهلي دان اين نوين ستيرمر فيفليختن دان اوم ديس بروبليم تو لوزونج. Also wir sind. Er hat ihm gesagt, dass es nichts mit dem Spiel hat mit dem Spiel nichts zu tun. Ja. Also es ist so, dass wir am meisten Tore erzielt haben und auch am meisten Torchancen herausgespielt haben. Also und es ist so, dass wir natürlich an dem auch arbeiten und versuchen, das zu verbessern. Aber wir haben am meisten Tore erzielt, wir haben die meisten Torchancen und das ist für mich als Trainer ist das gut und ja und wir werden dranbleiben und die Spieler werden sich auch weiter verbessern und wir können ja durch das wir so viele Spiele haben, haben wir nicht jetzt allzu viele Trainingseinheiten und dann ist es auch schwierig speziell zu trainieren. احنا لغايه دلوقتي احنا اكتر فريق احرز اهداف اكتر فريق بيخلق فرص كمان يمكن في القاره كلها، فاحنا بنشتغل على ده، بنشتغل ان نسبه الاحراز الاهداف من الفرص تزيد. مره ثانيه احنا اكتر فريق بيجيب اجوان، اكتر فريق بيعمل بيخلق فرص، ودي تسعدني جدا كمدرب، لكن احنا لازم بنشتغل واحنا فعلا بنشتغل قدر الامكان مع اللعيبه انها تحسن ده وانها تتطور في النقطه دي وانها تجيب اجوان اكتر. لكن عندها مشكله الضغط المباريات بيخلي ان التدريبات التخصصيه بتبقى اقل او مفيش وقت للتدريبات التخصصيه زي لما يبقى عندك اريحيه شويه في الوقت. اتفضل اخر سؤال. طبعا مبروك مستر كولر. Ich bin sehr glücklich für den Sieg. Heute haben wir Khaled gespielt nicht in seiner Position. Er hat gut gespielt, hat gute Leistung gezeigt. Meine Frage ist, warum sehen wir nicht Karim Debes dann in so ein Spiel gegen eine Mannschaft von der zweiten Liga? Es sollte ein einfacher Spiel sein, dass Karim dann die Chance bekommt in so einem Spiel. Ja, aber hat das Spiel auch geschaut, oder? Hat er geschafft, der Match, nicht? Ja. Und hat er gesehen, dass es kein einfaches Spiel ist? Hat er geschafft, in den Match war kein sehr. Das ist ja genau das, was ich als Trainer natürlich sehen muss, halt, dass es kein einfaches Spiel wird und dass man nicht jetzt einfach halt spielt. Libis hat das letzte Mal das erste Mal gespielt, ja, vor ein paar Tagen, zwei, drei Tagen. Und der muss sich auch weiterentwickeln. Und darum war wichtig für mich, dass Kelle ein gutes Spiel gemacht hat, eine gute Leistung gezeigt. Und das war wichtig. Und wenn ein junger Spieler da spielt und noch nicht diese Erfahrung hat und ja, in seinem Spiel, dann kannst du ausscheiden, bist du nicht mehr dabei. Und er weiß auch, Al-Ali, die wollen immer Titel, die wollen immer mehr. Also müssen wir schauen, dass wir so lange wie möglich mit dabei sind. فانا كمان زي ما قلت لحضرتك الماتش زي ما انت شفت كان صعب، وده دي رؤيتي كمدرب. انا كنت شايف ده من قبل الماتش انه هيبقى كده وانه محتاج واحد زي خالد، وهو عمل ماتش كويس جدا. كريم لعب الماتش اللي فات بعض الدقائق، هو في مرحله التطور دلوقتي، احنا بنتطور وبنشتغل عليه. بيبقى في ماتشات خطر جدا ان انت ممكن تنزل فيها لاعب صغير لسه في مرحله التطور، ممكن تحرقه ان انت تخسره الابد، يعمل ماتش مش قد كده وانت عارف ان الماتش شكله كده والجمهور بيبقى متوقع ان فريق اقل فلازم يظهر بشكل معين، ما يظهرش بالشكل ده ممكن تخسر اللاعب ده على طول. لكن احنا عندنا ثقه فيه وان شاء الله هو في مرحله التطور وهيبقى احسن، وخالد عمل ماتش كويس جدا وده المهم يعني. مستر كولر طبعا راضي عن المكسب النهارده، هو تقريبا قال معظم الكلام اللي احنا قلناه هنا، الحمد لله رب العالمين مطب وعديناه. نبص بقى للي جاي ان شاء الله. كابتن عادل كنت بسال سؤال قبل المؤتمر ونتكلم فيه سريعا ان شاء الله، اللي هو بتاع انك انت ممكن تجيب لاعبين وانت بالرغم ان انت واخد كل البطولات. اه بنتكلم على التدعيمات يعني.
اكيد طبعا يا كابتن. يمكن اي مدرب بيبقى عنده بياخد بطولات وكل حاجه، لكن بيبقى في اخفاقات تكتيكي مثلا من اللاعب، عنده عاوز حد اقوى شويه، عنده طريقه لعب عايز يطورها شويه، فعايز لاعب بمواصفات اخرى. لكن هو المفترض ان هو يعني مش عشان نجح باللاعبين دي باللاعبين دول الموسم ده ينجح بيهم الموسم القادم. يعني هو عايز يقويهم اكتر. هو يمكن في مدرب بيبقى تكتيكيا ممكن يلعب بطريقه لعب علشان القماشه اللي عنده كده، لكن هو بطريقه لعبه عاوز يلعب بطريقه اقوى واعلى من كده، عشان هيلعب ريال مدريد مثلا في هيلعب دلوقتي المان سيتي في البطوله لو 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 رحت لهم وقابلتهم، فانت عايز لعيبه تجاري المان سيتي، وعاوز كمان بطوله افريقيا. انت وقعت في موقف مثلا عندك حته تكتيكيه كنت نفسك تلعب بيها فما كنتش قادر تلعب بيها علشان ما عندكش الخامه دي. عشان كده بقول لك انه مش بالمكسب بس انك انت تجدد افكار لعيبتك. والحاجه الاخيره بقى عشان بلال نتكلم، اللي هي عايز ناس تانية تعمل دوافع اخرى. دوافع هو في حاجه اسمها حاله تشبع بطولات يا كابتن بلال؟ لا، هو أولا اللي بيحصل له تشبع ده لعيب صغير تمام؟ أو فرقة صغيرة. اللي بيحصل له تشبع من كسب ماتشين 3 4 5 مثلا، فحس بالنشوة الرهيبة الفظيعة، فابتدى يبقى داون لأن خلاص ما عندوش أهداف طويلة الأمد زي ما بيقولوا. أيوة. الفرق اللي عندها أهداف دي مش موجودة عندنا في النادي. بطولات ذكرى بالنسبة لها أو تاريخ. أيوة. تمام. الفرق اللي دايما كل 5-6 سنين بتاخد بطوله بالظبط. أيوه. اللي هو ايه، انا نفسي بس يعني يقول لك انا نفسي افرح جمهوري. ايوه تمام. أيوه. ففرح. أيوه. خلاص الحمد لله. ايوه قعدنا على كده. ايوه تمام. انما الفرق اللي المكاسب والبطولات بالنسبه لها تاريخ تمام، ده بيبقى في الماضي دايما. يعني خلاص احنا كسبنا، خلاص أيوه. كسبنا الماتش انتهى، البطوله خلصت، هل انتهى العالم على البطوله دي؟ هل خلاص الدوري خلاص مش هتلعب تاني؟ تمام. عشان خلاص انا ما عنديش ازمه. لا استكفيت، لا استيل في بطولات جايه، لانك انت لو وقفت، لو تعثرت مره في الثانيه في الثالثه، خلاص كل الهيستوري ده خلاص او التاريخ اللي عملته ده خلاص كله بيتنسي. انت بتتكلم في الجديد النهارده. هل مش في فرق اخذ بطوله الدوري العام مش موجوده في الدرجه الثانيه والثالثه دلوقتي؟ في فرق. في. طب انت بتفتكرهم؟ بتفتكرهم خلاص تمام. بيجوا في ذهنك ان دول لما يجي اسمهم بتفتكر والله ده الفرقه دي خدت بطوله سنه 20 مثلا ولا 50. فدايما الفرق الكبيره اللي عندها جمهور كبير عندها دايما اهداف متجدده. صحيح. تمام. ولابد ان يبقى مجالس ادارتها برضو اهدافهم متجدده. وخد بالك فرقه زي النادي الاهلي عنده مجلس اداره محترم تمام، عنده اهداف وعنده اهداف تنافسيه مع مجلس الاداره اللي قبليه. انا عملت ايه؟ اشتغلت ازاي؟ خد بالك مفيش تضارب. أي. لكن في اهداف تنافس شريف زي اللعيبه في الملعب بالظبط. انا بلعب مع انا وكابتن ايمن، احنا اتنين بنلعب رصاصات حرب، انا نفسي اجيب. أي. تمام. وكابتن ايمن نفسه يسجل، هو كمان يسجل اهداف وانا نفسي اسجل اهداف. تمام. فانا بنبقى نفسنا نسجل اهداف احنا الاثنين. طب ده تنافس شريف. أي. تمام. كذلك مجالس رؤساء الانديه بيبقى عنده تنافس شريف. الاهلي حقق ايه في الفتره اللي فاتت؟ انا عايز نفسي احقق ايه؟ ما حققتش نفسي احققه. تمام. عايز اوصل لاقصى درجه من البطولات، عايز اخد كل حاجه. أيوة. تمام. عايز يبقى عندي زي ما انت النادي كمان بيبقى ليه بيعمل تاريخ كبير، كمان الاشخاص اللي اداره الانديه بتعمل تاريخ كبير بالاضافه. صحيح. طبعا للجمهور يعني. صحيح. كابتن شريف، لو قلنا رجل مباراه اليوم. حسين الشحات. حسين الشحات. كابتن علاء. اكيد حسين هو. صحيح. حسب هو الامور النهارده. تمام. كابتن عادل. حسين. حسين الشحات. مباراة الهدف يعني. مباراة دي مباراة الهدف. صحيح. مش مباراة الأداء. حسين الشحات. لو ما كناش كسبنا كنت هقول لك كوكو. كوكو لا مش معانا. حسين الشحات. إذا حسين الشحات هو رجل مباراة اليوم. ألف مبروك للنادي الأهلي. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالة التحكيمية. انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن ناصر. الله يخليك يا كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن عادل ابو رحمه، كابتن بلال. انا كابتن. كل سنه وانت طيب يا كابتن. انت طيب يا كابتن شريف. كل سنه طيب يا كابتن. مبروك للنادي الاهلي يا كابتن ايمن، وهارد لك لنادي منتخب السويس. كابتن ايمن، النهارده في المباراه يا كابتن علاء خليك بس معايا، لان النهارده يعني الواحد مش عارف يقول ايه بصراحه يعني. صح. لما يبقى
لاعبي الفريق النادي الاهلي عارفين القانون والحكام مش عارفين، دي تبقى مشكله، مشكله بجد. عندنا لعبه كابتن علاء اول مره اشوف ركله المرمى بيتحسب منها تسلل. يعني احنا حسنا بنقول حتى الحكام تحت الاختبار ركله المرمى، رميه التماس، ركله ركنيه، ما فيش فيهم تسلل. كابتن بنيل لا مش مركز يعني، يعني ما خدش باله، يعني هو ما خدش باله كابتن، والحكم والحكم ما خدش باله كابتن، الحكم مباراه طبعا، والحكم ما خدش باله. لا طبعا. طب سؤال يا كابتن، هي لو الشحات راح جاب جول سؤال مفيش فار صح النهارده؟ مفيش فار يا كابتن بلال، يعني هذا غير معقول، مش حاجه اسمها ما خدش باله. صحيح ما خدش باله يبقى يقعد في البيت ما يحكمش. لا يا كابتن، لا لا، النهارده انت بتلعب في اعلى مسابقه في الدوري المصري. طبعا كابتن، انا النهارده كحكم مساعد فقدت تركيزي، حكم المباراة، أنا كحكم مباراة معاك ومنكش، أنا أقول له نزل من فضلك. طبعًا. الكرة جاية من ركلة مرمى، ألف بي دي، مفيش بقى فيها فصال يا كابتن جاد، ولا تقدير ولا اجتهاد ولا الكلام ده. هو الحكم ما كانش مركز. ده قانون يا كابتن. طبعًا. ده قانون. الحاجة التانية يا كابتن، أنا النهاردة بحط طاقم تحكيم. مباراة أيًا كان، منتخب سيرس محترم جدًا للنادي الأهلي، ومفيش فار، يبقى أنا النهاردة بحط أفضل الحكام. صح. سواء كان حكم الميدان يا كابتن بلال أو حكام المساعدين. لأن النهاردة بنشوف ركلة مرمى ده حسين شحات راح قال له ما فيش تسلل من ركله المرمى. مظبوط. الكابتن سيد حفيظ قال له ما فيش تسلل من ركله مرمى. انما اللعبه دي يا كابتن تيجي في الدوري المصري اعلى مسابقه او في كاس مصر للحكام، لا هنا لازم نكون في وقفه كابتن من لجنه الحكام مع حكامها. طيب الحكم عرف الخطا، استئناف اللعب. خلاص يا كابتن انا صفرت. خلاص. انا صفرت يا كابتن، ما هو الصفاره طلعت على تسلل. أيوة. خلاص انا وقفت اللعب، خلاص ما اقدرش استأنف تاني او ارجع تاني. انا بس بقول المشكله يا كابتن بلال. بلال انت مهاجم وانت فاهم القانون، فبتقف في موقف تسلل لان دي ركله مرمى. مظبوط. اتعاملت ورحت رايح دايس عليها ورحت جايب جون. السؤال جون. المساعد يرفع والحكم صفر. لا يا كابتن، يا كابتن ايمن، هنا انا بقول بس هنا في ناقوس خطر لابد الحكام يا جماعه يعملوا امتحانات من غير حاجه، مش عيب. صح كابتن، اختبارات القانون مهمه جدا جدا جدا. التركيز، ما تقوليش تركيز، هقول لك لو تركيز اتفقد من الحكم المساعد يبقى مش مع الحكم. مظبوط. يعني لو من هنا مع الحكم المساعد اتفقد التركيز ما يبقاش مع الحكم. انا على فكره بلوم الحكم اكتر. الاثنين يا كابتن، الحكم مسؤول عن المباراه. طبعا مسؤوليه كامله. دي حاله بتلخص بس، هنشوف كلام والحاله يا كابتن، وهشوف لعيبه النادي الاهلي اللي فاهمين القانون والحكام مش فاهمين. ما حدش يزعل مني. يعني بعض الحكام هتزعل مني، لا ما حدش يزعل مني. جماعه نذاكر القانون ونشوف. ده في كوره كابتن يا ريت تكون جايبها برضه عند اللاينز مان. يا سمير بعد اذنك. الشحات. يا سمير. ماشي اتفضل. هنبدا بقى من اول ركله المرمى كده عشان بس نوضح، نقول ان ركله المرمى ما فيش فيها تسلل يا جماعه، حتى لو اللاعب واقف جنب جون هناك. هنا الشناوي بيلعب الكوره يا كابتن، خلاص. الشحات فاهم كويس قوي قوي قوي. تمام. الحكم مساعد رفع. اللاين مان. والحكم رفع. صفر مع الحكم. ورقه. الشحات هنا بقى بيقول له هنا ايه؟ بيقول له هنا ايه يا كابتن؟ ياسر الشحات كابتن سيد يا جماعه ما ينفعش انا اللاعب يقول لي القانون ايه؟ لا هرجع تاني اسيب معلش تاني للناس، للجمهور، للاعبين، للاجهزه الفنيه، ركله المرمى لا يحتسب منها تسلل يا جماعه. هنا لو الشحات راح انفراد او كان لاعب لوحده خالص وجاب جون، ماذا لو جاب جون والفار مش موجود؟ دي حاله يا كابتن تلخص كابتن شريف ان لابد ان يكون في وقفه، اختبارات لابد تبقى مع الحكام للقانون يا كابتن عادل. مفيش كبير، الحكم طالما بيحكم بدوره ممتاز يتعمل له اختبار في القانون، ومع ذلك اللي يرصف القانون يقعد. دي حاله بس بتلخص فيها اللي حصل. الحاله اللي جايه شوف هنا يا كابتن، هنا نتكلم على ايد الدعمه. سؤال، انا هنزل بايدي اليمين ولا الشمال الاول يا كابتن بلال؟ واحده واحده نروح تاني كده واحده واحده. يا سمير انا هنا بعمل التاكلينج وبسند على ايدي اليمين اللي هي هناك. مظبوط. والشمال الاثنين. طب حد يقول لي اللاعب النهارده لما بيجي تعمل تاكلينج بتنزل على ايد ولا على الاثنين؟ او ما بتنزل بتعمل ايه؟ ايد على ايد. المفروض ايد الاول على واحده. بالظبط. دي اللي بنتكلم فيها الدعمه، هي دي الدعمه اللي هي لو جت في ايدك يا كابتن بلال مش هنحسب. هي اليمين بس غالبا هو نزل غلط. هو نزل زي ما يكون حد دقه بالاتوبيس. بص نزل مره واحده. انا كلاعب كابتن ايمن كلاعب مدافع لما بعمل تاكلينج بنزل على ايد مش على الايدين كده. مظبوط. فنزلت على الايد اليمين خلاص دي الدعمه بالنسبه لي. لو جت في اليمين يستمر اللعب،
لما نزلت باليمين وراح بالشمال والشمال راحت عامله حركه اضافيه في الكوره. طب بلاش دي، خد اللقطه اللي جايه بقى هنا. ايد الشمال دي رايحه فين يا كابتن؟ لحسين الشحات. طب حد يختلف معايا فيها؟ لا يعني لما خدتش الاولانيه اخد الثانيه. ثانيه يا كابتن، ثانيه يا سمير معلش، ثانيه يا كابتن سمير، دي خناقه تاني. انا الشحات رايح اهو، بص يا كابتن دي مفروضه ورايحه، الذراع والايد في وش الشحات، ولا دي تتحسب ولا دي تتحسب، بنلعب في كاس مصر والفار مش موجود. يا جماعه الكلام ده ما ينفعش، لا بجد ما ينفعش. ركله الجزاء هنا لم تحتسب على الاقل الاخرانيه. يمكن لو الاقي حد يقول لي معلش الايد سانده، طب الثانيه يا بلال، الثانيه يا بلال انت مهاجم ورايح في عقل ولا ما فيش بالايد؟ طبعا واضحه جدا ركله جزاء 100% وضوح الشمس لم تحتسب لحسين الشحات. نيجي اللي جايه، وهنا نجيب الزاويه اللي هي من خلف المرمى، اقرب حاجه للحكم هو الشد اللي حدث ليه. بس نقف بس نرجع تاني، نرجع هنا نرجع تاني ونقف يا سمير معلش تسمح لي. هي من الزاويه اللي ورا باينه هنا يعني. هنا هشام الفلان واقف طبعا في موقف ربنا يعني جابه هنا كل حاجة سبحان الله، يعني جابه هنا عشان يشوف هنا. يا كابتن نرجع معلش سمير بحت واحده، ده في شده من التيشيرت يا سمير معلش ارجع مع التانية. ايوه مش هنا يا كابتن، اللي هي خلف المرمى خلف المرمى يا سمير. وهنقف بس شويه عشان بس اودي نصيحه القرار للحكم هنا، ان هو كان شاف كويس قوي هوي الشد بس خلاص هنا. هنا والشد موجود، وهنا ادى بطاقه صفراء نتيجه الشد، حساب ركله الجزاء صحيحه، يمكن القرار كان قرار صائب من الحكم هشام الفلال. بعد كده سؤال كابتن، ست مرات الحكم بيصفر على ركنيه ما شفتهاش ركنيه، انا بشعر على ركنيه، انما كل ركنيه تيجي تت 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 لا يعني استخدام الصافره يا كابتن بلال كابتن علاء في الحالات اللي هي تحتاج ان الصافره تستخدمها، انما في كل كورنر بيجي الصافره بتطلع تت 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 لدرجه انا بقيت انا مش عارف هو بيحسب تسلل ولا ركله مرمى زي مباراه الناشئين. لا ما ينفعش ركله ركنيه طالعه واضحه جدا جدا، بشاور ركله ركنيه رمي التماس، بشاور رمي التماس ما بصفرش. لا دي يعني بنتكلم على استخدام الصافره، كمان مش عارفين نستخدم الصافره في المباراه، ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش. اكتر من مره الحكم تيت تيت بيصفر وبيرفع ايديه، انا بحس ان هو بيحسب تسلل مع المساعد، يعني دي حاجه مهمه جدا في الحالات اللي جايه. حاله من حالات السقوط، وهنا بنقول لعبه مهمه جدا جدا يا كابتن بلال، لعبه مهمه جدا، هذا تلامس وحصل سقوط، مفيش زاويه عندي واضحه تقول هل في ركله جزاء ولا مفيش ركله جزاء. هو هنا سمح باستمرار اللعب، ولو كان في الفار كان ممكن يجيب رجل اليمين هنا يا كابتن بلال، رجل اليمين هنا رايحه، لو كان في فار النهارده كان جاب الحكم، ده بنالتي كان جاب الحكم. لا هقول لحضرتك، بص يا كابتن بعد اذنك، كان في واحده مماثله والفار ما جابش الحكم. بص يا كابتن، لا مش مماثله، لو انت مش لو مماثله انت لا مش مماثله كانت تمثيليه. بص يا كابتن الحكم اداها والفار ما جاش الحكم. بص الحكم اداها كابتن ايمن، الحكم اداها الفار يجيبه ليه اذا كان كلهم مجتمعين على ان هي بينالتي؟ اتفضل يا كابتن. بص يا كابتن، لما يكون في الفار ونقول ان في حاله اتحسبت ركله جزاء وكان فيها تلامس، مش عايز اقول ان دي كان ممكن تتحسب سيميليشن او تحايل، والحكم يحسب والفار ما يجيبش، خلاص خلاص مش نتكلم. ولكن النهارده بالمثل لو انت حسبت يبقى دي تتحسب ركله جزاء. باختصار يا كابتن النهارده التحكيم ما كانش مردوده كويس، اتكلم على المساعدين. ما دول درجه اولى يا كابتن الطقم ده. ده هشام درجه اولى بقى له فتره وعنده خبرات كبيره يعني. واللاين مان والمساعد الثاني بقى له فتره بيحكم، المساعد الاولاني مجدي محمد مجدي سليمان يمكن النهارده كان هايل جدا، حكم مساعد كويس عنده كل الحالات ايجابيه، حتى التعاون كان كويس فيها. ولكن انا بقول يا كابتن من خلال قناه النادي الاهلي، زي ما بنشيد بالحكام يا كابتن ايمن، بنشيد بالحكام، لابد النهارده احنا يبقى في وقفه، لا هذه الاخطاء لا تتم في الدوري او في كاس مصر المسابقه الكبيره. صحيح. اتمنى التحكيم طبعا التوفيق التحكيم، واتمنى ان لجنه الحكام تاخد اجراءات في الفتره اللي جايه لتطوير اداء التحكيم باذن الله. شكرا كابتن. شكرا كابتن نصر، امتعتنا. الله يخليك. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصر نهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي ومنتخب السويس في دور ال 32 لكاس مصر، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 وتاهله لدور ال 16 عن جداره. وملاقات
الفريق الداخلية إن شاء الله. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة، وبالتوفيق في المباريات القادمة إن شاء الله، وحسم الدوري مبكرا في الأربع مباريات القادمة إن شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن، شرفتنا وامتعتنا. شكرا كابتن، وبشكر الكباتن، وألف مبروك. كل سنة وانت طيب. انت طيب كابتن عادل عبد الرحمن، شكرا يا كابتن، متابعين يا كابتن، ومبروك. الله يبارك فيك كابتن علي، شكرا يا كابتن، كل سنة وانت طيب. مبروك يا ايمن للنادي الاهلي، كل سنة وانت طيب. كابتن احمد بلال، شكرا يا كابتن، كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا كابتن ايمن، والف مبروك للنادي الاهلي. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى، ورقه حياه.